لا ان شاء الله احنا متوجهين بعد راح نشوف هذه مدى استجابه الحكومه وتعاملها. اكو رسائل وصلت بان اكو وفود راح تجي تقطع الوحود. احنا عازمين على الدخول للمنطقه الخضراء. تعامل القوات المحيطه هذه اللي راح نلقاها مثل ما تقول سبق وين صارت تظاهرات الاحزاب خارج نطاق السلمية ودخلت الخضراء. اليوم احنا بكل سلمية بالاعلام العراقية عازمين على الدخول للخضراء معقل الاحزاب والحكومة. نريد نوصل رسالتنا فمدى تعامل القوات اللي محيطة بالمنطقة الخضراء راح نحدد غادي وجهتنا اما الاعتصام او يعني اوصلنا رسائل تطمينيه للقوات الامنيه بانه تظاهرتنا على مستوى عالي من السلميه والانضباط واللي يعني ما بوسعنا وصلنا للقوات الامنيه. احنا عازمين على الدخول للمنطقه الخضراء حتى توصل صوت الشعب ومطالب الشعب من داخل المنطقه الخضراء. طبعا هي راح تبدي اليوم ان شاء الله هي مستمره. بعدها راح نلقي مطالبنا اللي هي حكومه تشكيل حكومه انقاذ وطني من كفاءات البلد من الشمال من اقصى شمال من اقليم كردستان العراق ولحد البصره الفيحاء من كفاءات البلد من اساتذه الجامعات من النخب الوطنيه تشكيل حكومه الانقاذ الوطني. اذا ما تمت الاجابه راح نناشد هو المجتمع الدولي والامم المتحده ومنظمات المجتمع المدني وكل الشرفاء والوطنيين راح نحدد وقت اخر قريب للنزول او بعد ما راح يكون غادي قرار للجنه المركزيه ثم راح نستمر بالاعتصام. مظاهرات المركزيه ببغداد بساحه النسور اللي تعذر الجانب الثاني الجانب الرصافه راح تكون بالتحرير. عدد من المحافظات اللي تعذر إلى الوصول مثل المحافظات الجنوبية العمارة والبصرة والناصرية راح تنزل بالناصرية بسبب مسافة الطريق وبسبب الوقت لأن 11 الصبح ما راح أغلبهم يلحقون فراح ينزلون بمحافظاتهم. المحافظات الجنوبية راح تنزل فقط بال جنوب البلاد الناصرية أما الوسط والجنوب وعدد من المحافظات الشمالية راح يكون النزول في محافظة بغداد ساحة النسور. طبعا احنا دعينا والخطاب كان واضح أغلب شرائح المجتمع الصدريين شعب بما فيهم الجمهور المرجعية بقية شرائح المجتمع. هاي تظاهرة عراقية خالصة لا يمكن لأي حزب لأي جهة استغلالها. مطالبها وطنية وشعاراتها والعلم العراقي والتنظيم والتعاون والسلمية مع القوات الأمنية. فأي واحد يحب النزول لهاي التظاهرة بقيادة اللجنة المركزية وبمطالب الشعب ينزل بعنوان العراق. طبعا الشعارات هي اسقاط هاي المنظومه الحزبيه الفاسده حكومه انقاذ وطني من الكفاءات ومن نخب البلد ومن رؤساء الجامعات من الزعامات الوطنيه بالبلد اللي ما اشتركوا بهذا النظام السياسي. تعديل عدد من فقرات الدستور وتغيير قانون الانتخابات والانتخابات مبكره. طبعا هاي المطالب تقرها حكومه الانقاذ الوطني مثل خصوصا موعد الانتخابات. اكيد طبعا احنا كان لنا موقف على الهجمه الفارسيه على اخواننا وابناء البلد باقليم كردستان فراح يكون اليوم موقف واضح وصريح من هذا الانتهاك المتكرر وخصوصا من الجارتين السيئتين تركيا وايران والاعتداءات المستمره وعدم وضع والعميله لهذه الانظمه وخصوصا الجارتين السيئتين. فاليوم راح يكون موقف صارم وقوي وراح نندد وراح نناشد الامم المتحده مجلس الامن بالتدخل لايقاف هذا الغزو الغاشم. جزء من المطالب اللي هي تحققت، الجزء الاكبر من المطالب لم يتم الاستجابه اليه. محاسبه قتله المتظاهرين على الرغم من تقديم الادله، على الرغم من اغلب القتله موثقه اتمامهم مجلس القضاء وفي المحاكم ومحاكم الاستئناف
مطالب الشعب اللي هي المي والكهرباء، البطاقة التموينية، مطالب القوات الأمنية، وحدة يعني توحيد الشعب العراقي. مثل ما تشوف هاي الخلافات السياسية المسيطرة، المنظومة اللي مسيطرة بالإقليم واللي مسيطرة بالمحافظات الغربية، مثل المنظومة الفاسدة اللي مسيطرة بهاي المحافظات خصوصا محافظات الوسط والجنوب. فهاي إنهاء نظام الأحزاب وتسليم البلد إلى النخب الوطني. أغلب المطالب لم تحقق ولم تستجيب هذه الحكومة والحكومات المتحاربة لمطالب الشعب، على الرغم من المطالب كلها حقوق وسهلة التطبيق وسهلة الإقرار من قبل الحكومة، لكن الحكومة تعمدت وعود وكذب وافتراء، ولحد الآن لم يحقق أي مطلب من مطالب الشعب. طبعا احب اردك بانه حكومة الكاظمي هي مخرجات تشرين ومخرجات الثورة وليس من مطالبها. اما عدد من الكيانات والمستقلين اللي ذهبوا الى البرلمان، يعني لم على الرغم من ادعائهم ويمثلون تشرين ويمثلون الثورة، اغلب المستقلين هم منتمين لاحزاب، وخير دليل حركة التغيير، امتداد، الجيل الجديد، اغلب هاي الكيانات هي انبثقت من هاي الثورة ومن هاي التظاهرات، لكن كانوا خيبة أمل. عدد منهم صوت للحل بوسي، عدد منهم راح اتفق ويا الإطار، عدد منهم اتفق ويا، فلم يمثلوا الوجه الحقيقي لثورة الشعب ومطالب الشعب. يعني كانوا جزء منهم كانوا خيبة أمل. طبعا مثل ما وضحت لك، أنا قلت لك اليوم راح يكون موقف قوي من الحكومة العراقية، مقصرة، لم يكن لها موقف، ومستوى الظلم والانتهاك اللي حصل، التجاوز اللي حصل على سيادة البلد وفي الفترة وفترة، القصف التركي والقصف الإيراني وعلى مدن شمال العراق الحبيب، مدن أقليم كردستان العراق، الحكومة ما كان لها أي موقف، مستوى الظلم، الانتهاك لسيادة البلد والتدخل والاعتداء على مدن البلد العامله والاطفال والضحايا اللي راحت، وهاي الفاجعه الداميه لم يكن اي موقف للحكومه العراقيه، فعليه سيكون اليوم موقف للجماهير العراقيه من هذا الاستهتار وهذا الظلم. اي مطالب وطنيه سواء للسيد الصدر او للمرجعيه او للكيانات الناشئه او للحركات الجديده، اي مطلب يصب بصالح الشعب من الشمال للجنوب لصالح حقوق الشعب ومطالب الشعب نتبناه، لان اليوم احنا هاي ثورة الشعب وهذا صوت الشعب. فأي مطلب وطني من اي جهة يخرج احنا ندعمه ونتبناه، اما المطالب الشخصية والمطالب السياسية والمطالب الحزبية احنا بعيدين عن تبنيها. فأي مطلب ما يصب بخدمة الشعب العراقي الجريح المظلوم احنا ما لا نتبناه ولا نكون جزء منه. بالاخير تعاون كبير بيننا وبين القوات الامنيه، واحنا شعارنا اللي رفعناه السنه الثانيه بعد تنظيم التظاهرات وتوجيهها وتمييز العناصر، جزء من العناصر كانت منتمية للاحزاب، قربت واعتدت واعتدت على المال العام، اعتدت على القوات الامنيه، سرقت قطع الطرق، فميزنا واستبعدنا هاي العناصر. اليوم التظاهرات سلميه وعلى مستوى عالي مع القوات الامنيه وتعاون مع القوات الامنيه واحترام القانون والانظمه القوانين الوضعيه والانظمه العامه، واي تجاوز على القوات الامنيه مرفوض رفضا قاطعا. والله ان شاء الله راح يعني مثل ما تشوف انت، هاي مدينه صغيره هسه بدت الالاف، وطبعا المحاويل بدت الالاف تتجمع اليوم، الحافلات ما راح تستوعب هاي الاعداد. هسه احنا ازمه موضوع الحافلات، لان استاجرنا 10 منشاه لحد الان ما راح تكفي، العدد صار ضعفيه. فالاعداد احنا تفاجئنا فيها، ابناء الشعب كلها خرجت وهبت بعد الملل، بعد
الوضع الاقتصادي المنهار، اغلب المطالب اللي ما تحققت، هبه شعبيه عارمه. اليوم هاي مدينه صغيره وتشوف الاعداد اللي هسه الحشود اللي بدات تحتشد. ان شاء الله الاحزاب راح تفوق ال 100,000. شمال بابل قضاء المحاويل اللي يمثل دائرة الرابعة لشمال بابل. شكرا جزيلا.